afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. يا إن قلبي معكم. قلبي مليء بالانفعالات. ومليء بالحب لبلادنا. ومليء بالصمود. But hear me when I say, hear me when I say. اسمعوني عندما أقول هذه الكلمات من كل قلبي. الوعود الأمريكية سوف تتحقق وسوف تأتي إلى مسارها الصحيح. طالما أننا لا نتنحى وطالما لا نيأس وطالما أننا نحافظ على الزخم والقتال المتواصل. أنا أحبكم جميعا، أحب كل العائلات الأمريكية. شكرا لك الرئيس بايدن لكل إيمانك بي ولكل الدعم المقدم لي ولوالز وعائلة والز. أعلم كل ما قدمتموه من تضحيات ومن كل جهد نحن نقدره بكل شدة. ولفريق عملي الاستثنائي ولكل المتطوعين وأيضا كل ما قدمتهم من دعم أنا أقدر كل هذا. شكرا لكل من ساهم في هذه الانتخابات. أتوجه لكم جميعا بالشكر. أنا فخورة جدا بكم وبهذه الطريقة يمكن أن نضمن الوحدة، يمكن أن نضمن التضامن خلال الفترة الماضية. هذا ما أظهرناه سويا. كان لدينا رغبة كبيرة في بناء المجتمعات وبناء المجتمع الأمريكي من أجل تحقيق الوحدة والتضامن في هذا السياق. نحن قلوبنا مليئة بالحماس من أجل الكفاح من أجل مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن على دراية تامة بأننا جميعا علينا دور كبير ولدينا كل القواسم المشتركة. فبالتالي سوف في هذه القوة الدافعة. لابد أن نقبل نتائج هذه الانتخابات. وفي هذا اليوم تحدثت مع الرئيس ترامب وهنأته بهذا النصر، وسوف نساعده وسوف نساعد كل فريق عمله من أجل تحقيق المرحلة الانتقالية من أجل نقل آمن وسالم للسلطة. إن المبادئ الأساسية للديمقراطية الأمريكية عندما نخسر انتخابات أن نقبل النتائج. هذا هو المبدأ الراسخ في الديمقراطية الأمريكية، وهذا ما يميز الديمقراطيات حول العالم. فبالتالي كل ما نراه من فعاليات يثبت هذا القبول بهذا المبدأ الراسخ في الديمقراطية الأمريكية، وهذا ما اعتدنا عليه في أمتنا. نحن لدينا ولاء كبير ليس لحزب بعينه أو لفئة بعينها، ولكننا نولي كل ولائنا للدستور الأمريكي والولاء إلى بلادنا وإلى الرب. ولهذا السبب أنا هنا اليوم أمامكم لأتحدث لكم لأؤكد هذه النتائج ونقبل هذه الانتخابات. فبالتالي هذا ما سعينا إلى تحقيقه وهذا ما وصلنا إليه. الكفاح من أجل الحرية، من أجل استغلال الفرص، من أجل تحقيق المساواة والعدل لكل المواطنين، والكفاح من أجل تحقيق العدالة لتحقيق كل قيم بلادنا
وأن ندعم الولايات المتحدة ولا تكون هي الأولويات القصوى. هذا ما أسعى إلى قوله وتأكيده. لن أتنحى نهائيا ولن أيأس عن الكفاح ولن أتخلى عن الكفاح من أجل تحقيق الحلم الأمريكي وكل التطلعات والآمال الأمريكية. نحن لدينا الحرية في اتخاذ الحرية وندعم كل حقوق النساء باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن أجسادهم، وليس عليهم الاستماع إلى الحكومات فيما يتعلق بما يفعلن في أجسادهن. فبالتالي هذه هي القيم الراسخة والتي نؤكدها، وبالطبع لن نيأس بغض النظر عن كل الأمور الأخرى. فبالتالي فليسود حكم القانون ولتسود الديمقراطية الأمريكية، وكلنا جميعنا بغض النظر عن من نكون أو من أين وجهتنا أو من أين نشأنا، نحن ندعم الحقوق الأساسية والحريات الأساسية. لابد من احترام كافة الحقوق والحريات، وسوف نستمر في الكفاح هذا وكذلك في المنصات العامة وفي المحاكم، وكذلك سوف نستمر في كل الجهود والمساعي تحقيقا لهذه الأهداف. لدينا الكثير من العمل الجاد. لقد أولي كل الاحترام للديمقراطية الأمريكية في مجابهة أي عدائيات وأي تحديات، ونرفض استخدام أي مبدأ مخالف للقواعد والدستور الأمريكي. نحن ندعم الحريات.